التحقتنا في 84 بوزارة الإعلام وبديت نشتغل. وواحد النهار الملك الحسن الثاني قرر باش يعين إدريس البصري وزير الإعلام إضافة إلى كونه وزير للداخلية. جاء هذا بعد واحد المشكلة طرات في التلفزة وداز واحد البرنامج اللي اعتبروا اللي أثار يعني غضب ديال الملك وعلى أثره اتخذ هذا القرار. إذا جاء واحد الوزير جديد اللي هو وزير الداخلية واللي هو معروف واللي وزير قديم واللي هو رئيس ديال الأمن ورئيس المخابرات واللي يعني عنده واحد الهالة خاصة به واللي معروف تنسب إليه بأنه تزور الانتخابات وتقمع المظاهرات وتلقي القبض على المحتجين وكذا. إذن هذه الصورة هذه خلات انضمام الإعلام ليلو وكأن الإعلام غادي يدخل تحت واحد الموجة اللي صعيبة. أنا سولت واحد النهار بعد ما واحد الشهر بعد ما تعين قلت له ودي هاد السيد إدريس كيفاش غتجمع أنت دابا وزير الداخلية عندك العصا وهاديك والإعلام تيخصها هي الإبداع والفن كي غادي تجمع بيناتهم؟ جا هو قال لي شوف أنا مقسوم على جوج لي من عندي فيه العصا وهاد بقى في يدي العصا ولي من ولي صغر على في قلبي القلب ديالي هو اللي مع الإعلام معنى أنا تنبغي الإعلام وغادي نيسر ونسهل الأمور ديال الإعلام. هكذا إذن بدأ إدريس البصري الحياة ديالو كوزير للإعلام إلى جانب وزير الداخلية. وقال لي واحد النهار قال لي شوف سي مانينو أنا ضيف عندكم 3 شهور معناه أنا باقي في هذه الوزارة 3 شهور يعني بلاش سيدنا غادي يعين شي واحد آخر غير باقي تقلب على الشخص اللي غادي يديره في الوزارة غنبقى معكم شحال 3 شهور شحال بقى 11 عام. إذا هاد 11 عام هادي تخصني أنا كمدير للإعلام نتصرف فيها خصوصا ما كانش عندنا ما كانش في الوزارة كاتب عام السي الفلالي ملي مشى للخارجية دا معاه الكاتب العام فبقيت أنا الوحيد المدير في داك الوزارة اللي زعما في واحد المرتبة يمكن لي النوب على الوزير ولا النوب على الكاتب العام. فإذا ملي تعين الوزير غنعاودك واحد الحادثة طرات وهو أنه من بعد يمكن واحد شهر ونص ولا شهرين عيط لي قال لي دير لي واحد الاجتماع في الوزارة يحضروه المديرين ديال المؤسسات التابعة لوزارة الاتصال. شكون هي؟ هي الإذاعة والتلفزة، وكالة المغرب العربي، جريدة الأنباء، المركز السينمائي المغربي، المعهد العالي للصحافة، وهذو هما 5 أو 6 ديال المديريات. فأنا عيطت للمديرين وقلت لهم الله يخليكم كل واحد غيوجد واحد العرض في واحد 5 أو 6 ديال الدقائق على البرنامج ديالو وعلى شنو هي المنجزات ديالو وشنو هو الأفكار المستقبلية. هادشي كله غتعرضوه على الوزير والوزير ديك الساعة غادي يقول لنا شنو المعمول كيفاش غادي نشتغلو. فاجتمعنا في المكتب ديالو في وزارة الإعلام. البصري جا لوزارة الإعلام 3 مرات في حياته في هاد 11 عام. جا مرة باش يتسلم الصلاة وجا مرة في هاد الاجتماع وجا شي مرة أخرى. أما هو جالس في وزارة الداخلية لأنه مرتاح فيها وعنده وسائل التواصل وعنده المساعدين ديالو وعنده الإمكانيات وعنده كذا. فتجمعنا في داك القاعة، قاعة صغيرة مزحمين. فأول واحد تكلم كان هو المدير العام للإذاعة والتلفزة اللي كان هو السي الدريسي الله يذكره بخير، ودار واحد العرض كذا كذا. من بعد أظن تدخل السي بند الدوش بصفته مدير الإذاعة وأحد قيدومي الإعلاميين في المغرب وكذا، ودخل السي فنجيرو الله يرحمه رئيس وكالة المغرب العربي للأنباء، وجاء الدور ديال سهيب المبركة. سهيب المبركة غادي يهضر باسم المركز السينمائي المغربي وغادي يقول المركز السينمائي المغربي ما خصوش يبقى تابع لوزارة الإعلام، خصو يرجع تابع لوزارة الثقافة لأن لا علاقة للسينما
سينما واحد الفن واحد الابداع واحد الثقافه خصها تكون تابعه لوزاره الثقافه. معنى بحال اللي تيقول الوزير هاد راني ما باغيش نبقى تابع لك انت، بغيت نمشي نرجع تابع لوزاره الثقافه. فالبصري يعني شعر بواحد الضيق وانا باقي تنعقل ضرب على الطبله، وقال له سير لوزارة الثقافة وسير لين ما بغيتي، وانا ما عندي غير هاد الوزارة كاملة، وجمع حوايجو وهبط يجري في الدروج ومشى بحاله. يعني كانت واحد المعركة تفاجئنا، احنا كنا بقينا مفاجئين. انا كانت يخصني لان انا اللي خصني نودعو نهبط معاه في الدروج نودعو باش نمشي باش الوزير يمشي، ما نخليش يهبط يجري في الدروج بوحده ويطوبلتو يمشي. فعلى ما هدرت مع هذوك الناس وهدنتهم وهبطت سبتو ركبت الطوموبيل مشى بحالو. اذا كانت واحد العمليه فيها واحد الاصطدام. من بعد غادي تصالح مع سهيل مبركه ودار حاجه اخرى، ولكن ذاك النهار كان هذا اول من اوائل الاجتماعات اللي تمخضات عليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.